كونسيلر افتكر ما اعرف. اول حاجه لازم ننزل بقنا، ما اعرفش ليه بنعمل كده. اوكي ممكن انا الوحيده اللي بعمل كده. وبعدين هنا اوكي، عشان يعني مع الاسف بيبقى اماكن الغامقه دي برضو بفتح بقي. كويس ان فوق ما سالتنيش. كونتورينج مأساة، عمري ما بعرف اعملها. لازم نعمل كده عشان تشيك بونز. فين عند الدقن؟ بس شفتوا بيحصل ايه؟ ده الحقيقه، دي رياليتي. الفاتح تحت. طب ده منظر بني ادمه؟ المفروض هنا تحت المناخير. ليه مش بيتعمل؟ فلوليس. بقى لما بيجوا يحطوا تحس انه وشي بقى شبه كيكة. اخ بلاش. اوكي كده بنضحك. خايف ترس. المفروض ده بيفتح العين. في واحدة من المودلز تقول لك يعني ما ينفعش تحط ماسكارا من غير ده. الايبراوز اصلا حواجبي تخينة، فبص لما بحط ده كمان هيحصل ايه؟ يعني عندي مشكلة على طول ان انا بقي صغير، ف ما بعرفش اعمل الليب لاينر. وبرده واحدة من السليبرتيز كانت بتقول انه لازم ما ينفعش تحط ليبستيك من غير ليب لاينر، فانا رحت جبت ليب لاينر. بص انا عامل بقنا ازاي؟ ليه نعمل بقنا كده؟ مش عارفة لو الولاد بيشوفوكوا تحطوا ميك اب ولا لا، بس مش منظر حلو. Hello, hi, I mean, they will influence this cover. Hi, hello guys. Hot rouge. Can I have a sword? صح؟ وقتها، ها؟ عشان كده عمري ما بعمله. Eye shadow. نقفل عينينا كده عشان نقدر نشوف. نفسي اعرف ليه مش بيدوا اي وشوش، يعني هما بيتصوروا فين 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 اللي هي بتبقى دي؟ مش بشوفها. يبقى على طول بيحطوا، تحس ان هو بيحطوه كانهم عارف ماجيك، لو هي فاتحه عينيها كده بس للكاميرا وشكلها حلو قوي. انا فاهم لو انت لازم تاكل. لو حاطط ميك اب زياده وفي لمعان في وشك يتشال شويه بالباودر ده. very sexy. لو الناس تحس وحش ان هما مش بيبقوا شكلهم حلو قوي وهما بيحطوا ميك اب زي السليبرتيز والمودلز، اتفرجوا على الفيديو بتاعي. Love you guys.